يلا. تنفذي عرفينا من نفسك. فاطمة الزهراء من المغرب. كاينين الاكثريه ديال الدول ديال العالم كلهم صوتين بان الصحراء مغربيه، وانهم ما بغاش تدخل لكم انتم في راسكم، باقيين ما تديروا. فاطمة الزهراء سمعيني شويه، فانا سمعيني وسمعيني وراه حتى انا انتي راك تتكلمي، انا شنو قطعتك؟ هذا الاستفتاء، شنو هو الاستفتاء؟ اشرحي لي انت الاستفتاء، اش تعرفي عن الاستفتاء؟ هو الاستفتاء انتخب واش الصحراء مغربيه. انا منتخبه المغرب كله، المغرب كله معترف بان الصحراء مغربيه. واش حنايا مشينا 350 الف واحد في 75 بديع بكتاب الله وبكلمات وبصوت الوطن ديال السردين. سمعيني لا ينجو الباط السردين والكومير وداك الشيء، لا ينجو. غارقولي لي انت الاستفتاء، هذا الاستفتاء وشكون اللي يشرف عليه؟ يشرف عليه الامم المتحده، والامم المتحده هي اللي ماسكه ملف الصحراء الغربيه. حتى ولو كنتم انتم داخلين الصحراء الغربيه واستغلوها 48 عام، الامم المتحده هي اللي ماسكه هذا الملف، وراسله واحد البعثين قال البعثه الامميه موجوده في الصحراء الغربيه، ولها 32 عام وهي في الصحراء الغربيه، ومهمتها هو تنظيم الاستفتاء. وحدت عدلت واحد عمليه تحديد الهويه، عدلت هويه الناس. هذو الناس اللي صوتوا في الاستفتاء ما هم المغاربة، ما هم المغاربة اللي عايشين في الصحراء الغربية، ما هو محمد السادس ما يصوت، انت ما تصوتي. المغاربة اللي عايشين في أمريكا ولا في أي مكان في العالم ماشي من صالح ديالو يغضب المغرب. هذه ولا تاعي ولا سياسة. شنو الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا أوروبا ماشي من صالح ديالو باش يغضب المغرب ويقول بأن الصحراء أنا ماشي مغربية، ماشي من صالح ديالو. احنا يرى احنا الفخره ديالنا ديال اوروبا، راه المغرب عنده الجدر ديالو في طنجه والعرش ديالو في اوروبا. خاصك تعرف بان ماشي من صالح الدول الاوروبيه ولا الاتحاد الامريكي، تما كاينين نظاس امريكان وكاين الدخله ديال المحيط ديالنا حنايا بين الاستريتش وبين المغرب وسبتا ومليليه، وهذيك ما يمكنش. واخا طلبوا من اسبانيا، شتي النص ديال اسبانيا كلها تنول لا، ديك النهار مشى سانشيز لاسبانيا وبزز منه قال بان الصحراء مغربيه. سانشيز قال الصحراء مغربيه؟ يا مشي مالو، علاش مشى هو المغرب؟ مشى تمايا باش ياكل كسكسو، لا مشى لحل الحدود. علاش؟ فاش حل الحدود وصلح القضيه؟ لان عارف تمايا هو سانشيز باش ما تعودي تسربحي علينا. هو سانشيز قال لكم الصحراء مغربيه. ايوا اسبانيا معترفه بالصحراء المغربيه. لا اوبوزيسيون اللي ما معترفاش بها، لا اوبوزيسيون حيت باغا تنتخب، لا اوبوزيسيون البيبي مال بيسوي مشى عاد الملك ديالنا واعترف مغربية الصحراء واعترف بأي حاجة وكل الحدود اتاح مع المغرب، لأن المغرب كيكون بعدا كأن المغرب تيكون واحد النسبة كبيرة في الاقتصاد ديال إسبانيا وديال أوروبا. ما يمكنش المغربي ولا أوروبا ولا إسبانيا تخاصم مع المغرب، ما يمكنش. أن المغرب هو ملي كيدخلوا تما هو الباب ديال أفريقيا لأوروبا، ما يمكنش اي حاجه كتصاوب اسبانيا الا خصو يمضي عليها حتى المغرب. انا نتوما ما فاهمين حتى شي حاجه. انا عايشه في اسبانيا وتسمع في اسبانيا وتنهضر مع الناس الاسبانيين وكنعرف الناس في اسبانيا وعارفه المغرب. انت تاجره وحدك، ولكن راه مئات الالاف من المغربيات يخدموا في الفراوله. هذا هو على ما حرام العبوديه حرام. ومئات تاع اسبانيون تيخدموا في المغرب دابا في الجزائر. علاه شوفي، علاه قولي لي، علاه ما يجي، علاه اسبانيا ما تجيب السودانيات؟ علاه ما تجيبهم بمئات الالاف من مالي؟ علاه ما تجيبهم من الجزائر؟ علاه ما تجيبهم مئات الالاف من اسبانيا من تونس؟ علاه ما تجيبهم من موريتانيا؟ علاه تجيبهم من المغرب؟ هو من تما تعرف بان المغرب عنده الكلمه الكبيره اكثر من شمال اوروبا. من تما تعرف بان اسبانيا كتعاون مع المغرب لا في مجال التجاره، في مجال الاقتصاد، في مجال ديال الايميغراسيون وكل شيء. كاين على المسيره. اسبانيا ما تهمش الغاز ديال الجزائر ولا كيهمها التمر ديال تونس، كيهمها الباب ديال افريقيا. خايفه على سعلا سبته ومليليه. اللي قالها المغرب خاصها تهبط اسبانيا السريوال ديالها، داك الشيء اللي كاين. وسمح لي وعيد مبارك. عزك الله، عزك الله والله. هذا قاعد يدل عليك، يدل على تربيتك حقيقه.
وي علاش ما كثر ربي هضرت معاك في القانون ما عيطتك ما حتى شي حاجه ما يخالق امراه تقول نزل السروال سمعت امراه محترمه ما تقول نزل السروال سمعت.